يعتبر كثيرون من أطياف المجتمع الكويتي أن ربط تلقي التطعيم ضد وباء كوفيد-19 كشرط أساسي للسفر مهم على الصعيدين الصحي والاجتماعي. استطلاع للرأي يبرز مدى وعي المواطن والمقيم بأهمية أخذ اللقاح، وخصوصا ممن ينوي السفر إلى الخارج لما في ذلك من حصانة صحية ومجتمعية. أمام المناشدة المتكررة للسلطات الصحية بضرورة تلقي تطعيم كوفيد-19 وبالتالي ضرورة أن يكون التطعيم شرطا للسفر، يؤيد كثير من المواطنين والمقيمين هذه الخطوة لحماية المجتمع والصحة العامة. مع التطعيم وأيد التطعيم وأيد كل الشعب الكويتي أنه يتطعم ويكون بروح إيجابية، أنه يتفهم الموضوع، لأن العالم كله أصبح الحين كتلة واحدة. أنا أقول لازم نطعم، لأن هذه الدول اللي راح نزورها لهم حق علينا أن نكون حنا سليمين، يعني ما نجيب العدوى لهم ونأذيهم، فهذا شرط أنا أعتقد أنه جيد، يعني ما في شيء يعني. أنا مؤمن في مقولة تقول الوقاية خير من 1000 علاج، فأنت إذا هذا كان يعطيك وقاية ليش ما تأخذ التطعيم؟ أنا أيد التطعيم، وأنا مطعم من تطعيمين الأولين، مطعم من شهر واحد. حاليا ضروري للمجتمع، ضروري على اساس الحياه تتفتح والتجاره تنشط والناس تسافر والناس ترجع للحياه الطبيعيه. من الافضل تلقي اللقاح قبل قرار السفر الى اي وجهه في العالم، فالتطعيم بنظر الكثيرين وقايه من الوباء للمسافر ومحيطه. والله انا رايي انه لازم تطعم، يعني علشان السفر لازم تطعم. على الاقل انا بركب طياره مع يمكن حوالي 100 شخص او 150 شخص، يعني على الأقل أكون أنا راكب الطيارة ومرتاح نفسيا، يعني إن الجميع مطعمين وفي وقاية، يعني ما أروح أسافر وأرجع للمرض وأدمر اللي وراي واللي لا أنا مع التطعيم. أعتقد أن شرط أساسي لازم يكون هذا السفر التطعيم، لأن بعد الجائحة والأرواح اللي راحت والأموال اللي راحت، وهم في ناس يعني الإنسان يكابر وما يبي يلتزم مع باقي الدول وباقي الناس ويقدر الجهود اللي بذلت، لا هذا يكون أنانية. فمن الأفضل أنه يكون حافز لهم عشان احنا نشجعهم، عشان احنا خايفين على حياتهم، نبيهم يطعمون عشان البشرية ترجع حالتها الطبيعية. لقاح كوفيد-19 بات ضرورة ملحة لشعوب العالم بأسرها، وربطه كشرط للسفر يصب بنظر المعنيين في سياق الحماية والوقاية لتحقيق المناعة المجتمعية. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.